زادت نجاح أخرى متعمدة اللي هي حصارنا على مستوى حرمان الجهة من الغاز الطبيعي اللي هو شريان حياتي للمواطن المتوسط والبسيط، وأيضا للصناعية خاصة قطاع الدجاج اليوم مهدد في وجوده في ظل غياب الغاز الطبيعي. أيضا شفنا البارح زادت دعمت الأزمة هذه بالقطاع الكربيرون مع مواد الطاقة، ولات معناتها حالة من الاختناق المروري نتيجة الإقبال المتزايد للتزود خوفا من انقطاع مع الليسونس. هذا في الحقيقة معناتها راهو ما هوش معقول أن الحكومة فتحت باب جهنم في أن أعطت المشروعية لكل جهة أن باش تضع يدها لخنق جهات أخرى بما فيها جهة صفاقس. وين باش نمشيو؟ احنا مع دعم المطالب اللي دعم السلم الأهلية، اللي دعم العدالة الاجتماعية، اللي دعم التنمية والعدالة بين الجهات، مش الاقتتال بين أبناء الشعب التونسي. اليوم الوضع محتقن جدا في صفاقس، كما تشوفوا انقطاع الغاز لمدة أسبوع، انقطاع أيضا الوقود البنزين، ثم تهديدات بقطع الماء أيضا على صفاقس، وهذا الحقيقة ما عادش مقبول. وصفاقس ما تنجمش تكون رهينة، هذا معناه آلاف المتساكنين اليوم هما أيضا من حقهم زاد باش يعيشوا، من حقهم مش ومش معقول اليوم اللي معناه عنده فانا يسكرها، ولا بد أنه رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية يتحملوا المسؤولية، وكذلك رئيس مجلس النواب باعتباره الكتلة الأكبر في البرلمان ويتحمل المسؤولية ويوقف هذه المهزلة، لأنها باش تهزنا إلى الخراب وإلى الفوضى وإلى تطاحن. جلسة براتيكمان حول ثلاثة محاور أو ثلاثة مواضيع. الموضوع الأول اللي عايشينه اليوم من النقص في الغاز على مستوى الجهة. الموضوع الثاني ما لاحظناه أيضا على مستوى تهافت أو نقص في البنزين خاصة في الاستاسيون اللي موجودين في صفاقس. والموضوع الثالث تم طرحه حول إمكانية ينقص الماء صالح للشراب. نبدأ بالماء صالح للشراب، هذا موضوع غير مطروح تماما اليوم، لأنه كما تعرفوا حتى صفاقس راهي برانسيبالمون تتزود بنسبة 90% من مياه الشمال و 5-7% موارد ذاتية لصفاقس اللي وصلت اليوم ل 10%، خاصة على مستوى صفاقس الكبرى باعتبار دخول 6 آبار جديدة حيز الاستغلال، وبالتالي والموضوع هذا أصلا ماهوش مطروح نتاع موضوع الماء أو نقص في الماء. بالنسبة لموضوع الغاز وبكل صراحة فما نقص كبير، نقص كبير في الغاز. تعرفوا اللي ولاية صفاقس تستهلك يوميا حوالي 17000 في كمعدل 17000 قارورة غاز، لكن هذا علاش ناجم اليوم هذا النقص؟ ناجم على غلق مصنع في جابس. المصنع هذا يأمن 45% من الاستهلاك الوطني في قوارير الغاز، وبالتالي أكيد النقص كي تنقصنا 45% من طاقة الإنتاج باش يمس أكثر من ولاية، يمس العديد من الولايات على مستوى الجمهورية. قاعدين نوفروا يوميا ما بين 9000 و 10000 قارورة غاز يوميا قاعدة توصل لصفاقس، وخاصة ارتفع النسق هذا منذ ليلة أمس، وبالتوازي يتم توزيع هذه الكمية بحماية وبإحاطة من طرف الهياكل الأمنية. موضوع ثالث موضوع البنزين، شدنا البارح على اثر معطى توفر لدى الجميع وهو غلق الطريق المؤديه الى المنطقه الصناعيه بالسخيره من طرف بعض المحتاجين، مما تسبب في تعطل خروج الشاحنات اللي تنقل البنزين واللي جزء منها بيجي لصفاقس وجزء اخر ماشي لولايات اخرى. نتيجة المعلومة هذه صار طلب في نفس الفترة، وبالتالي صارت لهفة وفي نفس الفترة من طرف العديد من المستهلكين المستغلي السيارات نتاعهم، في نفس الفترة مشاو للستاسيون سيرفيس، هذاك علاش صارت تكدموند فرد وقت، صارت نقصت نوعا ما الكميات، واليوم بدأت ترجع، لكن لازمنا نقروا كونه في صورة تواصل الغلق نتاع الطريق المؤدي للمنطقة الصناعية بالسخيرة وما يجيناش ليسونس من هذه المنطقة، باش يكون عنده تأثير مش 100%، باش يكون عنده تأثير نسبي.